بصوا بقى، دي كاميرا مقطومة ومكسورة بالمنظر اللي قدام حضراتكم. طبعا الناس لما استدعونا احنا فضلنا نلف في الفيلا من فوق ومن تحت. الكاميرا مش الكاميرا بس، بقول لكم ايه، تعالوا شوفوا اسباب كلنا مش مقتنعين بيها. اوعى حد يطلع من الحلقة. طبعا انتوا عارفين البلاد الساحلية، ومعنى الساحلية اللي هي المطلة على البحار. البحر ليه البحر؟ لان البحر فيه رطوبة، والرطوبة ما تكتفيش انها تكون ابخرة ماء فقط، لكن ابخرة ماء بها املاح. واحنا قلنا قبل كده هذه الاملاح ضارة جدا على العناصر الانشائية. خد بقى كمان عندك لما تكون في السواحل بتبقى في امطار كثيفة. احنا بنقول للناس كل ما هو عرضة، بصوا الكاميرا عاملة ازاي، كل ما هو عرضة للبحر، كل ما هو عرضة للامطار، لابد ان اعزل العنصر الخرساني عشان احافظ على الحديد اللي جوه. بعد ما بكتشف هذا الموضوع بيحصل اصطدام. الناس طبعا اللي كنا عندهم اصطدموا جامد لدرجة ان هم كانوش بيردوا علينا، هما كانوا جايبيني الموضوع كاميرا بس، لكن احنا كان في كتير مشاكل موجودة لكن مستخبية. احنا طبعا انا بعرف الحاجات دي بالعين المجردة، انا مرضيتش افتح له، لان انا بطلب في كل معايناتي ان يبقى موجود معايا واحد بمسمار وشاكوش، وبطلع بقى الاشكال والبلاوي والحاجات اللي انتوا بتشوفوها. الاسقف المنفوخة، بصوا الرطوبة عاملة ازاي، الاسقف المنفوخة والحديد اللي بايظ. انا هنا ما حبيتش ان انا اهين المكان، لان المكان يعني الى حد ما هم مش عايزين يشتغلوا دلوقتي، الله اعلم. بصوا الكاميرا عاملة ازاي. طبعا كون ان الكاميرا مقطومة بالمنظر ده كده، يبقى الموضوع كبير جدا جوه. يا جماعة موضوع البحار، ارجو كل الناس اللي موجودة في السواحل تخلي بالها، محدش يطنش، اهل اهم من الاكل والشرب. الرطوبة اللي بتاكل في اجسام الخرسانة عندكم اهم من الاكل والشرب. احنا بنروح بمعدل كل 3 4 ايام لبلاد السواحل، بلاقي بلاوي واقول للناس والناس بتس. طبعا براحتك، احنا بنقول لك اللي موجود فيها، والقرار طبعا قرار لصاحب الشقه. طبعا اللي عجبته الحلقة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد. خافوا على مبانيكم. تمام كده.